دايما معانا هنا على قناة المحور. طبعا نبدأ النهاردة حلقتنا بخبر كان كويس جدا وخبر إيجابي، هو يعني مثلا يعني فعلا شهادة ثقة في مصر وتحديدا في قطاع الصحة. الخبر كان من منظمة الصحة العالمية وكان على لسان مدير عام منظمة الصحة العالمية بنفسه، وقال فيها أن مصر أول بلد بيحقق المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي، وأكد خلال مؤتمر جمعية الصحة العالمية في نسخته 77 في جنيف في سويسرا أن ما قامت به مصر متقدم للغاية، وأنه بيعد انتصار كبير على هذا المرض اللي هو بيتكلم طبعا عن فيروس سي. اتكلم أن في دول تانية بتحاول أنها تقضي على التراكمات لكن لسه ما وصلتش للمستوى اللي وصلت ليه مصر، وتأكيد دي شهادة لينا الحمد لله الحقيقة. أيوة، لأن كان في فترات سابقة عدد المرضى اللي بيصيبوا أو بيصابوا بهذا الفيروس كان بيتخطى أو بيصل ل 150 ألف مريض كل سنة. الأعداد طبعا كانت كبيرة مهولة بالملايين أشخاص بيحملوا هذا الفيروس الكامن الخبيث، لأنه بيفضل ممكن موجود في الجسم لمدة طويلة جدا لا يكتشف إلا بعد ما يصيب الكبد بتليف أحيانا شديد. الحقيقة أن المبادرات الرئاسية الهامة اللي تم تدشينها للكشف المبكر عن فيروس سي كانت حاجة يعني فائقة للوصف، إلى جانب طبعا وجود العلاج، فده ساعد بشكل كبير وتوفيره من قبل الحكومة والدولة المصرية لمواطنيها المصريين إنهم يحصلوا على العلاج غالي الثمن مجانا. وطبعا كانت المبادرة على مراحل عدة، بدأت من 2018 في 9 محافظات، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية في 2019 والمرحلة الثالثة أيضا في 2019، وبدأت الأعداد الحقيقة اللي بتتلقى العلاج توصل لأعداد كبيرة وفائقة، وبالتالي الشفاء التام من هذا الفيروس اللي ما كانش ليه علاج قبل كده. طبعا يعني هنا لازم نتكلم عن جهود الدولة والتنظيم في المبادرات الصحية المجانية زي مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية ومبادرات الكشف المبكر عن الثدي. الحقيقة كل هذه المبادرات الرئاسية بتقول إن إحنا خايفين على صحة المواطن المصري، بتأكد على إن صحة المواطن المصري شيء مهم، خاصة إن فيروس سي ده بقى مش بس المريض بيبقى عنده مرض كامن، هو طول الوقت همدان، مش قادر على الإنتاج، مش قادر يعمل، مش قادر يقدم حاجة لأسرته، وبالتالي هو عضو غير يعني منتج وغير يعني نافع لا لأسرته ولا لنفسه ولا للمجتمع اللي هو عايش فيه. لما نوصل لإشادة دولية بأن احنا قدرنا نقضي على هذا الفيروس بالدعم والمساندة من قبل وزارة الصحة والحكومة المصرية لكل المواطنين، وطبعا العلاج أول ما نزل الحقيقة كان غالي جدا، وبعد كده بدأ طبعا سعره يقل، لكن في البداية حتى كمان كان في مراحل عمرية هي اللي تاخد العلاج ومراحل أمراض، يعني مثلا كانوا متصنفين مرحلة أولى تانية تالتة رابعة مرحلة الحالة نفسها فإذا الحالة يستوجب إن هي تاخد العلاج مباشرة كانت بتاخده على طول، لكن كان في قوائم للحالات ومحدش استنى وقت طويل، وصلنا حتى للأعمار الكبيرة بوقت سريع. يعني حتى الخطط الزمنية اللي كانت حطاها وزارة الصحة تخطيناها وتعديناها ووصلنا لأرقام جيدة جدا، والحمد لله إن ده حصل لأنه خلى الناس صحتها أفضل، خلى الناس مش بتعاني من هذا الفيروس. يعني كتير مننا الحقيقة عنده حد في أسرته أو صديق أو قريب منه كان بيعاني من فيروس سي، وشاف قد إيه الأمور كانت ماشية بنظام وبآلية واضحة وما فيهاش أي يعني محسوبية ولا أي تحابي لحد مثلا على حد.
الحقيقه يعني. يعني طبعا احنا دايما بنقول بان في كل مناسبات كان بيتم تاكيد بان الدوله والتنميه في الدوله هي الاستثمار في البشر. طبعا الاستثمار في البشر يعني صحته وتعليمه، وبالتالي صحته كان لازم ان يكون اهتمام بيها من خلال عندنا كمان تامين صحي شامل، المبادرات الرئاسيه في المجالات المختلفه. ولكن فيروس سي بالذات هو يعتبر نموذج، لان احنا هنا بنتكلم عن مرض كانت مصر بيضرب بيها المثل في عدد الإصابات الموجودة فيه، وللأسف الشديد محاولات كانت يائسة في محاولة شفاء المرضى. كان الموضوع يعني ببساطة شديدة، خلاص فلان جاله المرض الفلاني، فللأسف الشديد كان وقتها يقولك إن العملية مسألة وقت، ومش مجرد كمان كده، ده كان بيعاني طول فترة محاولات علاجه، أو كانت مجرد ان هي مسكنات، ولكن للاسف الشديد بيكون المرض تملك منه. ولكن دلوقتي مساله القضاء على فيروس سي واعلان مصر خاليه من فيروس سي، ده بالتاكيد نموذج وتجربه. على فكره كمان تم نقل التجربه دي لدول تانية، وتصنيع الدواء كمان اصبح تصنيع محلي، فده في حد ذاته جزء كمان مهم ونموذج للنجاح، ان احنا بنوطن الصناعه في فكره توطين صناعه الادويه. يعني مش بس ان انا بيكون ليا التجربة والخبرة من الكادر البشري الطبي، احنا كمان بنصنع الدواء اللي بيكون علاج، بنصدر الدواء ده للدول اللي محتاجاه، فبالتالي هي نموذج للمحاولات اللي خدت وقت كبير. مش يعني هنقول ان الموضوع ده كان بين يوم وليلة، هو خد وقت، ولكن الحمد لله وصلنا لنتيجة ممتازة وبالتأكيد لصالح صحة المواطن. فنتمنى ان شاء الله ان يكون في تجارب اكتر واكتر في كل الامراض اللي ربما بيكون منتشرة، وده موجود حاليا وبيتم العمل عليه من خلال مبادرة 100 مليون صحة. بالضبط. واذا يعني بنتكلم على الارقام، فالارقام هي الحد الفاصل او يعني اللي بتكون أصدق من أي كلام ممكن نقوله. فإحنا عددنا تقريبا يفوق ال 105 مليون، أما يتم فحص 70 مليون مواطن مصري خلال 7 شهور فقط في من أول انطلاق المبادرة، أعتقد ده رقم يعني مش بس لكبار السن ومش بس لأصحاب الأمراض، يعني حتى الشباب والأطفال تم فحصهم من خلال مبادرات أيضا للأطفال داخل المدارس المصرية. تم فحص 68,641 من غير المصريين، وتم تقديم العلاج. وكمان يعني هنا بقى نأكد على ان مصر كمان مش بس بترعى ابنائها المصريين، لكن كمان ضيوفها من اللاجئين تم فحصهم وتم يعني الكشف عليهم لمعرفة إذا كانوا يحملوا هذه الأمراض، سواء فيروس سي أو السكر أو ضغط الدم. تم تقديم العلاج بالمجان لحوالي 2,700,000 مريض بفيروس سي، و2 مليون و600 ألف مريض سكر، و10 ملايين مريض ضغط، كما تم الكشف عن 20 مليون مريض بيعانوا من السمنة. ودي نقطة برضو من النقط المهمة اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم فيها أكتر من مرة، فكرة السمنة وفكرة علاجها، وفكرة أن ولادنا الصغيرين لازم تكون صحتهم جيدة، وده برضو من الحاجات المهمة. ومبادرات الصحة داخل المدارس بتكشف بقى على الأنيميا وعلى المشاكل الصحية اللي ممكن يكون الأطفال، أو التقزم كمان، المشاكل اللي ممكن يكون الأطفال بيعانوا منها، وإيجاد حلول صحية ليها وبالمجان. يعني أعتقد الأرقام خير دليل على ان، والاشاده الدوليه من قبل يعني منظمه الصحه العالميه، ده الحقيقه يعني تاكيد على الدور الفاعل اللي مصر قامت بيه في هذا الصدد، من اجل ان صحه كل المواطنين تكون بخير، ويكونوا قادرين على الانتاج، وقادرين على انهم يعيشوا عيشه طيبه وكريمه وهنيه داخل وطنهم مصر. الى جانب بقى بنتكلم على جمهورية جديدة، ندخل جمهورية جديدة ازاي واحنا اصلا عندنا امراض ومش قادرين وبنعاني من مشاكل صحية، مش هنقدر لا نكون منتجين ولا نكون نافعين لا لنفسنا ولا لبلدنا.